شوف انا اثق، انا عندي افكار قويه، فهمت؟ عندي افكار قويه. وين الدفع عشان تجي زي انت ما انت مدفع؟ هاك يجيك. لا والله نخلي عليك، والله نخلي عليك يا ولد. حلف على حلف باطل. انا احلف انت تحلف. خل لا ما في. خل والله. لا بس شوف شوف لابس بيجامه يا ولد. انا حلفت سرم مدفع مليون خبر زين. لا توسخ عشان ما يجيك. الله يسلمك. وبرت لا هذا والله يا هذا ايش لابس تحت؟ اوف لابس ها شوف لابس بجامه. اه في شيء والله. حلفت انا بحصه. حلفت حلفت والله اني حلفت. ما بلبس طش انا ما تخليني اروح. ها لبست هذا عن حلف. خلاص اجلس البس ساعه. اجلس 5 دقائق وبرجع. ها اي صباح احس ربي اشغله في الحياه. تدري ايش ودي انا؟ اسمي ها اقول بسم الله عليك رزين. ايش ودي انا؟ طيب الله يعبك عبدك يا شيخ. ايش ودي انا يا طويل العمر؟ اسمع شفت لو جت اول شيء الشيخه ها؟ عندي تقريبا اللي براسي الان اكثر من 4 دخليات. حلو؟ والله عندي 4 دخليات. وعندي اشياء كثيره. لكن خل الشيخه. اللي انا بربط ايش؟ هو المعاون. المعاون انت؟ لا بربط الاحداث. خلك من المعاون انت غصبا يعني. هو حتى لو ما حطيت المعاون بجي معاون. اسمع ايش بربط يعني؟ بخليها افكار جديده مع ميكس رياليتي مع ختاميات بث حلوه. اصير يعني اول شيء اتفق مع داد على رتم البرنامج. ابغى رتم تصاعدي. ابغى العيال كلهم يكونون كذا. هذه اللي فكرت فيها. ابغى حركه فهمت. ابغى شعله كذا. ابغى شيء صدق يخلي المشاهد ويجلس ما يقلب كذا. اللي يبغى يروح فهمت يبغى يروح يسوي ما يقدر يتابع. والله اني صادق يا رجال. يشوفك يقلب الشاشه انت يعني. انا اتفق بالموضوع هذا. شوف بعلمك حاجه صدق. قاعد صدق اطلع البجيري. لا صدق ايه بقول لك بسالفك عن البجيري دي. والله اسمع جاء انا كنت جالس يا طويل العمر عجيب. ها يا اخي ما احب اسولف بالموضوع. لكن انا اللي كنت جالس بعيد ان من دخلت داخل. ايش فيك؟ دخلت داخل الغرف ها عيال موجودين ورايح جاي. اللي اذكر انا مجلس العسير هناك البث يكون قليل فيه ما حد يجي فيه. صديقك من يوم ماراثون ولا تطلعني معك. طيب اسمع حركات. طيب اسمعني انت اسمعني خذ العلم مني. اقول لك جلست هناك. والله انا جالس يا طويل العمر اناظر باب القريه. ها كنت هوجس طارب لي وين طالع كذا بعمق. لان نظرت انا الساعه كانت 11 الا 10 دقائق. قلت يمكن البث على جلسه من الجلسات. حلو. وبعدها بينقلون على كلام اليوم وخلاص يقفلوا. ما درت الا فجاه دخل كلام اليوم اني بقوم بروح. يعني الحمد لله بس اللي بقول مساك الله بخير حاتم. ناظر الا حاطين علي. والخموني الصراحة والله بيض وجهه. لكن خموني بالأمنية. تستاهل. تستاهل الطيب. أول ما جتني يعني الأمنية. يعني لو ما راحت الواحد غيرك ما. يا بعد سلج. أول ما جتني الأمنية. يعني المفروض إنها جت عندي بس. بس. جتني الأمنية. جت أفكار براسي أول شيء. قلت يا طول العمر ودي تخلون أبوي يجي. أبجيري إيه. لا ودي تخلون أبوي يجي. ما بجي أبوي يجي. بس قلت لو جاني أبوي. تعرف الشيء إذا كنت أنت منقطع وجاك. بيزود الشوق شوق صح. وقلت بعدها خلوه ما بغيت اقول خلوه مسكوا ما سيجون. بعدين قلت يا ولد انجو. لان انا انجو طلع صعب تجيب مسكوا ما ثم تجيب ميسم. باذن الله تجي ميسم مثلا. بعدين قلت لو اطلع 24 ساعه ان طلعت 24 ساعه وانا بروح. انا جالس هنا عشان الجمهور. تروح البيت وتسولف مع المخده اي بس مع المخده مع الجد. قلت يا طويل العمر اني بطلع بجيري. بجيري ليش اخترت بجيري؟ اخترت بجيري اول شيء قلت انها من المنبر ذاك. هو بالصدفه جاء كذا وليد اللحظه. فكرت قلت ان المنبر ذاك اني زي ما تقول اعلم الجمهور اني بطلع بجيري وما بطلع بجيري. بس هم صدموني بحاجه. قالوا يطلع معك شخص ثاني. هي واضحه. يوم قالوا شخص ثاني يا كنترول قالوا شخص ثاني. ها للأمانة أيوة. أنت من الأشخاص اللي طروا على بالك. أنت بزمان ببالي. أنت من الأشخاص اللي كلمة الحق تنقال. أنت من الأشخاص اللي بشوا يعني. شوف مساعد طلع دحام طلع نواف طلع
قاعد انا ما طلع. اسمع بيجيك نواف طلع، عيال اغلبهم طلعوا. ايه حسن طلع، عبد الزهراني طلع. كل 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 سوي تحديد الكل. سوي تحديد والله كلهم بدونها كلهم سوي تحديد الكل. ف اوف طلعت نص ساعة. لو انت نص ساعة طلعت مستشفى ورجعت. ورحت لا ورحت رحت وجعان وجيت. حتى جوالي ما مسكته. تخيل تخيل يجي السيناريو اللي براسي ذا، تخيل شفت يجي اذا قالوا بجيري قالوا حاتم يعني مختار بجيري اللي يروح معك انت تختاره. هذا يا اخي تختار خطه ثانيه. ها جيت يا طويل عمري معي شو اسمه.